في مزيج ما بين التوترات السياسية العسكرية والاقتصاد، قالت هيئة الطيران المدني الدولي إيكاو في تصريحات خاصة لأون لايف عبر البريد الإلكتروني أنها تحث شركات الطيران العالمية على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر وعدم استخدام المجال الجوي لأي مناطق حروب أو عمليات عسكرية، وهو ما ينطبق تماما على الحالة السورية. وطلبت الإيكاو الشركات بوضع معايير السلامة الجوية في المرتبة الأولى واستخدام مسارات بديلة حفاظا على أمن وسلامة الركاب دون الالتفات لأي خسائر مالية متوقعة قد تلحق بالشركات جراء استخدامها مسارات جوية بديلة. بدورها عدلت بعض شركات الطيران الكبرى مسارات رحلاتها اليوم أعلى البحر المتوسط بعدما دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية يورو كونترول إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا. كما أصدرت هيئات للطيران في دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أصدرت تحذيرات لشركات الخطوط الجوية العاملة بها من دخول المجال الجوي السوري، ما دفع عددا كبيرا من الشركات إلى تجنب المنطقة والمناطق المحيطة بها.